أعزائي المشاهدين، نستكمل معكم هذا اللقاء الطيب مع السيد مروان، والذي سوف نستمع إلى إجابته الآن عن السؤال الموجه إليه سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر التلفزيون الأردني برنامج يوم جديد على استضافة نادي النهضة للمعاقين حركيا إربد، وهو النادي الوحيد في إقليم محافظة الشمال عروس الشمال. هذا النادي تم تأسيسه يوم 10/12/1992 بناء على رغبة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء حفظ الله ورعاه، لنشر رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة للعبة لكافة الألعاب الرياضية في محافظة إربد وقراها ومخيماتها، بالإضافة إلى منطقة الأغوار الشمالية. ما شاء الله. نعم نعم نعم. سيد مروان، كم عدد أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة في النادي إذا تكرمت؟ أعضاء الهيئة الإدارية تتكون من 9 أشخاص، رئيس النادي وهو الناطق الإعلامي، بالإضافة إلى أمين السر، بالإضافة إلى أمين الصندوق، بالإضافة إلى نائب الرئيس، وعندنا كمان مدير نشاط رياضي، وأربع أعضاء هيئة إدارية. كذلك عدد أعضاء الهيئة العامة كافة من الذكور والإناث عددهم 250 عضوا. هذول الأعضاء يمارسوا حقهم الرياضي كويس في هذا النادي، بالإضافة أنه في هذا النادي لجان كويس يهتم بهؤلاء الأعضاء 250. فعندنا اللجنة الرياضية واللجنة الاجتماعية واللجنة الثقافية واللجنة الدينية واللجنة الشبابية واللجنة النسائية واللجنة الدينية التأهيلية، بالإضافة إلى لجنة الأيتام. ما شاء الله، العدد كبير عندكم، عدد المنتسبين كبير، ولجان كمان كبيرة، ونشاطات رائعة جدا عندكم. الآن بالنسبة للنادي، ما موجود نشاطات رياضية كثيرة، لكن منذ بداية التأسيس ولغاية الآن، ما هي الإنجازات التي حصلتم عليها على في الداخل وفي الخارج، داخل الأردن وخارج الأردن، ما هي عدد هذه الإنجازات؟ سؤال جميل جدا. بالنسبة للإنجازات الرياضية لهذا النادي المتواضع في ظل الإمكانيات والضعف المادي من المجلس الأعلى للشباب اللي بيعطينا في السنة 2000 دينار فقط، هذا النادي حصل على لقب بطولة الدوري لمدة 14 سنة من عام 2000 لغاية 2014، بالإضافة إلى أنه هذا النادي كذلك عنده يشارك في ماراثونات الدولية من خلال لاعبنا الدولي علي السوالمة، وهو بإشراف المدرب الوطني فادي قدسية. هذا اللاعب حصل على أفضل جائزة في الأردن، وهي جائزة السوسنة السوداء، وتم تكريمه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن الحسين حفظ الله ورعاه. وهذا اللاعب في عام 2015 السنة هاي حصل على ماراثون دبي العالمي، جاب فيه ميدالية فضية، بالإضافة شارك في ماراثون جدة الدولي وجاب ميدالية برونزية، وشارك في البحر الميت الدولي كمان حصل على ميدالية ذهبية. بالنسبة لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا لاعبين شاركوا مع المنتخب الوطني، شاركوا في بطولة إيطاليا، بالإضافة للتشيك، سلوفينيا، مصر، وحاليا عندنا مشاركة في شهر 11 إن شاء الله في بطولة بلجيكا الدولية من خلال لاعبنا الدولي محمد ساجع. حاليا في شهر 10 الشهر القادم راح يكون عندنا بطولتين، اللي هي بطولة تصفيات آسيا مؤهلة للبرازيل، بالإضافة إلى بطولة الوطني الدولية بكرة الطاولة. أما على فريق ألعاب القوى، فعندنا لاعب دولي اسمه أحمد العوضات، شارك في بطولة ماليزيا الدولية في عام 2013 وخضع الميدالية الذهبية لرمي الرمح. ما شاء الله ما شاء الله على هذه الرياضات المختلفة والإنجازات الرائعة التي حققها هذا النادي بالإمكانيات القليلة. الآن سؤالي، المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، كيف يتم التعاون ما بينكم؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بقدم خدمات من خلال احنا كمحافظة إربد في لنا مكتب ارتباط، فهذا المكتب الارتباط بتوجه أعضائنا
في النادي من الذكور والإناث لهذا المجلس، بقدم لهم كراسي عكازات بالإضافة إلى أجهزة طبية. وهذا التقديم بيكون من خلال أن المجلس بيساهم ب60% و40% على العضو، بالإضافة أن هذا المجلس كمان بيوفر منح دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جامعاتنا الحكومية وجامعاتنا الخاصة. وكذلك هذا المجلس كمان إذا في وظائف للمعوقين من خلال المؤسسات الحكومية أو الخاصة، إذا تنطبق الشروط على ذوي الاحتياجات الخاصة في الجريدة الرسمية كمان بيساهم في توظيفه. ما شاء الله المجلس الأعلى مساعدات وخدمات كثير متميزة، نتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى شؤون الأشخاص المعوقين. سيد مروان، كنادي أنتم في إربد، من ناحية البناء، من ناحية المواصلات، من ناحية الأرض، هل يوجد معوقات أو مشاكل تواجهكم في هذا المجال؟ نعم، لأنه محافظة إربد الغالبية العظمى منها غير مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة من خلال المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخاصة، في حركة التنقل في الشوارع. في بعض مناطق زي حي جامعة اليرموك، في بعض مناطق مهيئة، بس الغالبية العظمى غير مهيئة لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة. فبنناشد المسؤولين إنها يتم توفير حركة أو بنية تحتية حتى يتنقل هذا ذوي الاحتياجات الخاصة من مكان إلى مكان بسهولة. إن شاء الله أنه بتتيسر الأمور في القريب العاجل ويتم التطوير والبناء من جديد. هلا الآن كنادي في محافظة إربد والأشخاص المعوقين على الكراسي المدولبة، أيضا الشوارع لا تنسجم والمباني الحكومية أيضا لا يستطيعون الدخول إليها بكل سهولة من ناحية التسهيلات البيئية والمصاعد، هل في إمكانية للمطالبة بتعديل هذا الوضع؟ نعم، من خلال مجلسنا، من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، نطالب مجلسنا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد حفظ الله ورعاه، أنه يكون مبانينا مؤسساتنا الحكومية الخاصة مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه عندنا مصاعد في بعض الدوائر الحكومية أو الخاصة صعب أنه يدخل الكرسي المتحرك إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى عندنا كمان مؤسسات حكومية وخاصة كذلك غير مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة إذا بده يراجع من أجل معاملة رسمية، من أجل إنجاز كتاب معين، أو من أجل تعيين، أو من أجل توظيف. إن شاء الله سيتم تطوير الأمور في القريب العاجل. شكرا كثير على هذا السؤال اللي أتحفتنا فيه. الآن بنشكر السيد مروان ضميري من إربد رئيس النادي، وأيضا بنشكر المترجم معاوية بزور. الآن كل أخواننا المشاهدين نلتقي ونراكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.